خلي اسمع الشعب العراقي. ضباط الحرس الثوري الإيراني قبل 3 أيام، وأنا أقول لك الإعلام ظلم هواي قضايا، صدر قرار رئيس وزراء كندا بإبعاد كل الضباط الحرس اللي عايشين في تورنتو هم وعوائلهم، أكثر من 1000 واحد يأخذون أموال العراقيين والإيرانيين ويحطوها بتورنتو أملاك، وراح يصادرها يأخذها، ونفس الشيء راح يصير بالأموال اللي سرقوها في العراق الميليشيات وغيرها. فالشعب العراقي كافي خداع، إيران ما تدافع عمي عنكم كشيعة، تستنطيكم، تستحقركم، تستغفلكم، هاي حقيقة. ولذلك إيران نعم هي تستنطي شيعة السلطة يا أبو علي وليس شيعة العراق. نعم حتى يكون واضح. نعم أنا أقول نعم حتى لا للتوضيح يعني أنا أعرف إيش تقصد. لا ما لا مو موضوع أقصد أنا أعنيها، وتحتقر الشعب العراقي بكل مكوناته ومن ضمنهم الشيعة. تعرف شو يقولون على الشيعة؟ تعرف شو يقولون في إيران بأعلى القيادات؟ يقولون الشيعة العراق هم اللي قاتلوا يا صدام حسين إيران، إيران الخميني. أما ترى شايفك كم واحد ينقز ويلطم وما أدري شنو، هاي هيك ترى ممارسات دعائية إعلامية. شيعة العراق عرب أقحاح دافعوا عن بلدهم. لماذا يكره شيعة العراق؟ هذا سؤال تاريخي. نعم أنا أقول لك ليش. تعرف ليش؟ لأنه هي مو موضوع شيعة، هي منطقة جغرافية. هذا العراق في بعد العربي، بعدين صار بعد العربي الإسلامي، هو الذي كسر شوكة الفرس حقيقة، وهو الذي حقيقة وقف ضد من كل مشاريع إيران عبر التاريخ، حتى أيام الشاه. ليش الشاه ما كان عنده مشروع؟ كان عنده مشروع. القصة اللي العرب للأسف يتآمروا بها على العراق هي قصة الأحواز. ما في دعم للأحواز، شعب يطالب بحريته منذ أكثر من 100 عام، تم تحويله من قبل الاحتلال البريطاني من إمارة إلى دولة تابعة إلى إيران، وهي تمتلك كل الثروات. ما حد يدعم هذا الخط. الخط الوطني اللي نعمل عليه في العراق أنه ندعم هؤلاء، نحن حتى نستفز إيران ونبقيها عند حدودها. مو هسه هذا النظام، أي نظام يجي. إحنا عندنا تفاهمات حتى مع المقاومة الإيرانية، أنا أتحدث معهم وقلت لهم العلاقة بين العراق وإيران يجب أن تصاغ صياغة حديثة بعيدا عن نزعات التاريخ والطموحات التاريخية. أما دولة محترمة جارة إلى دولة ونخلص من هذا الطموح الفارسي ونخلص من عنده، أو لا تقولون لا أنتم عندكم وصايا على العرب وبالتالي أكو أحقاد تاريخية يجب أن تتخلصوا منها. يعني الآن يا أستاذ أحمد هاي المعلومة مهمة، الآن في فتح خطوط وتنسيق بين المعارضة العراقية والمعارضة الإيرانية. نعم. هكذا وصلت الأمور. نعم نعم نعم، مصيرنا واحد، نحن والسوريين واللبنانيين. وأنا أدعو السوريين واللبنانيين اللي يقفوا بالضد من أنظمتهم وبالضد من الميليشيات أن يتوحدوا أيضا لإعلان مقاومة ومعارضة عربية لكل النفوذ الإيراني في المنطقة. ليس هذا بمعنى أنه نقبل بالنفوذ الأمريكي، بس الآن الخطر الأكبر هو إيران، هي اللي دمرت العراق، هي اللي نصبت الحكام، تعرف كيف؟ ولذلك احنا بنتحدث احيانا ونحمل المرجعيه الدينيه في النجف، لان هي تعرف بالممارسات الايرانيه وهي التي ساهمت مع هاي الاحزاب. عوده على البدء، المرجعيه لن ترضى بعوده حزب الدعوه. استاذ نجف اسمح مني، اكو صراع الان. نعم، واكو تحركات للسيد محمد رضا، اشوفه حتى دا يتحرك بالشارع ويروح منا ويجي منا ويروح للمحافظات ويقوم بصلح عشائري. هاي التحركات غير معروفه سابقا للمرجعيات الدينيه.